بداية أسبوع سعيدة على كل مشاهدينا وين بتكونون. دائما مورنينج لايف يهتم بالتحاور والنقاش أكيد مع ضيوف الأعزاء. أهلا وسهلا بكم بأهم المواضيع والمشاكل التي يعاني منها المجتمع العراقي دائما. للأسف يعني يمكن احنا وصلنا ب 2023 كل يوم بدنا نسمع مشكلة، كل يوم بدنا نسمع فاجعة. الله إن شاء الله يا ربي يبعدنا عن كل حزن وكل ألم ويطول من عمر كل الناس إن شاء الله. خلينا نذكر المحاور اللي راح نتناقش بها خلال الساعة والنصف القادمة. كيف تؤثر التربية على تصرفات الأطفال؟ أريد نعرف أكيد أثر التربية على سلوك وتصرفات الأطفال، البيئة المدرسية، العائلة، بما أننا نسمع كثرة حالات الطلاق يمكن وصلت إلى 7682 حالة بالشهر الماضي للأسف الشديد. بالتالي حبينا نتطرق إلى مراحل الوالدين في تربية الأطفال خاصة إذا كانوا منفصلين. يعني راح يكون يانا أو راح تكون يانا الست شذا علي، باحث نفسي ومدرب ومعالجة سلوكي. أيضا الشباب بين تقليد الفنانين المشاهير والشخصية المستقلة عبر السكايب، محمود الغريب أكاديمي وباحث ابتسامات الأسنان فوائدها وأضرارها. هذا الموضوع اللي إحنا بدنا نحاول ناخذه أسبوعيا مرة واحدة بسبب بدنا نشوف الهبة والموضة على تغيير أشكال الأسنان كل شهرين إلى 3 أشهر بسبب الترند الجديد فينير، الفينير فول كفر، طريقة البرد. أكيد شنو المقصود بتجميل الأسنان بسنة 2023 وما هي؟ راح نتطرق أكيد على المفاهيم الخاطئة بخصوص هذا الموضوع. الرسم بالحناء موهبة لإحياء هذا التراث بعد اندثاره. أكيد راح نستقبل جنات رسامة، راح نتكلم على موضوع رسم الحنة بدأ يختفي نوعا ما من المجتمع العراقي. أكيد راح نرجع إلى هذا الفن لإحياء التراث للأسف بعد اندثاره. خلينا ما ننسى أهم الأخبار الموجودة بمواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تويتر، سناب شات، كل المنصات الإلكترونية راح نسوي بها جولة ويا زميلتي طيبة عامر بأهم الأخبار المترأسة الهيدلاينز من المنصات الإلكترونية. خلينا نبلش بكيف تؤثر التربية على تصرفات الأطفال. هذا الموضوع المهم جدا. اليوم الطفل نشوفه يتأثر بشكل مباشر بالبيئة والمحيط اللي يعيش به. رح نتطرق لكثير من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع مع ست شذا علي. أهلا وسهلا بيك، نورتينا، نورتي مورنينج لايف. خلينا أكيد قبل لا نرحب بيها أكيد نريد نسمع من عندها اليوم نصائح جدا مهمة اللي ممكن أنه تقدمها لذوي الأطفال من أجل تهيئتهم للعيش والانخراط بالمجتمع. أهلا وسهلا بيك، تفضلي نورتي مورنينج لايف. ذات أسبوع سعيد عليك، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا بيك، شلونك؟ إن شاء الله تمام. أهلا وسهلا بيك. يا أهلا وسهلا شذا، باحثة نفسية، مدربة ومعالج نفسي، معالج سلوكي. نعم. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا. كم سنة بهذا المجال؟ حوالي 5 سنوات. ليش اختارتي أولا؟ بصراحة هو الاتجاه نحو علم النفس هذه بالسنوات الأخيرة بصراحة يعني أصبح كلش مهم. صحيح. وهذا لأن دوره كلش مهم بالمجتمع عندنا. يعني إحنا هسه بالوقت الحالي أكثر شيء نحتاجه إنه إحنا ننشئ جيل أو أطفال أسوياء نفسياً، لأن يعني أعتبرهم هم قادة المجتمع القادمين، فضروري جداً إنه إحنا نركز على هذا الجانب ونعمل عليه حتى نتلافى هواية مخاطر مستقبلية. إحنا يعني من خلالك أكو كلش إقبال كبير على دخول المجال العلم النفسي، لكن إذا إحنا نريد نتطرق للمجتمع العراقي. نعم. ونتطرق لموضوع إنه تقبل المجتمع العراقي للمعالج النفسي. نعم. أو الباحث الاجتماعي أو الأكاديمي أو المعالج السلوكي، إيش قد نسبة التقبل وصلت بسنة 2023 برأيك؟ حاليا نسبة التقبل أصبحت بشكل أكبر، وهذا لأن المجتمع بدأ يوعى لضرورة وجود الجانب النفسي كجزء من التربية، كجزء من مسيرة حياة كل إنسان. يعني إحنا اليوم نظرتنا نحو
علم النفس تختلف عن العقود الأخيرة، يعني شلون العقود الماضية، لأن إحنا اليوم بسبب الأزمات واللي مر بيها البلد وبسبب المشاكل والحروب طبعاً ظهرت لنا هواية أمراض واضطرابات وهواية مشاكل على السطح أثرت على الفرد العراقي بصورة عامة. وبهذا يعني بهاي الفترة اللي إحنا بدينا صراحة ننفتح أكثر على العالم الافتراضي وعلى الإنترنت، هواية حملات توعية حول ضرورة وجود الطبيب النفسي، حول ضرورة وجود المعالج السلوكي. ليش؟ لأن إحنا اليوم إذا نريد ندرس أي ظاهرة حتى نحط لها حلول أو وجود أي مشكلة، لازم شنو نبحث بالأساس؟ عن الجانب النفسي. الجانب النفسي هو هذا اختصاصنا إحنا كمعالجين، كأطباء نفسيين، كمعالجين سلوكيين. فبالتالي أنا كلش أشجع على هاي الخطوة وعلى زيادة الوعي من ناحية الأفراد وكذلك المؤسسات وكذلك الشخص. طيب خلينا نتكلم على التربية وأهميتها بتصرفات الأطفال. نعم. سابقاً كانت التربية عامل مهم بالمجتمع العراقي. ما تزال. لكن للأسف نعم لا تزال، لكن نسبة بصراحة الإحصائية اللي إحنا ليش طرقنا لهذا الموضوع؟ نعم. ست شذا. لأن بالفترة الأخيرة حالات طلاق كثيرة. صح. اليوم اعتماد الأم على الآيباد على الأجهزة الإلكترونية بتربية الطفل. نعم. لا يوجد يعني لا يوجد اتصال مباشر بين الطفل والأم. أكو فد بئر إحنا نسميه، أو مساحة كلش بعيدة. هم عايشين نفس البيت، يمكن نفس الغرفة، يمكن قاعدين على نفس القنفة، لكن أكو يعني قليل من الأمهات اليوم تفتهم شنو ابنها شنو يحب. نعم. ابنها تربيته وين وصلت، المدرسة، البيئة المدرسية شلون تتصرف ويا ابنها، شنو البيئة المحيطة بابنها. فخلينا نتكلم على أثر التربية بسنة 2023 على تصرفات الأطفال. طبعا كلمة تربية بحد ذاتها هي مجموعة عن يعني عن بعض السلوكيات اللي احنا نقول او التصرفات الخاصة او الصارمة، او هو مجهود ممكن يبذله الشخص حتى يعيد تشكيل فد سلوك معين او فد شيء يساعده على انه يرتبه. فالتربية بال 23 تختلف عن مثلا خلينا نقول ب 2003. شنو الاسباب هاي السنوات اللي حصرناها من 2003 الى 2023؟ ارجع واقول هو بسبب الانفتاح اللي صار عندنا على العالم الافتراضي. احنا قبل اذا تعرفين انه احنا كنا واحنا صغار ماكو عندنا هذه المساحه او هذه الحياه المترفه اللي احنا هسه نعيشها. يعني كان الطفل قبل ما عنده جهاز ذكي او فد لعبه معينه ذكيه تغنيه بصراحة، فكان أكثر الألعاب تفاعلية تكون بين الأطفال. طبعا التفاعل الاجتماعي هو كلش ضروري. ليش؟ لأن التفاعل الاجتماعي يساعد بالدرجة الأولى على تنمية مهارات الطفل، على زيادة الخبرات، طبعا الخبرات الجيدة، يساعد على التواصل الاجتماعي أكثر، فبالتالي راح ينشأ لنا طفل سليم وسوي، لغته جيدة، تفاعل الاجتماعي جيد، تصرفاته جيدة، وذلك بسبب التماسك والتقارب بينه وبين العوائل الأخرى. يعني ما كان عندنا الطفل صراحة ملتهي أو عايش بعالم الوحدة، كان دائما الطفل متفاعل وقريب أكثر من عائلته، فيشوف اللي حواليه فيتأثر بهم، وهذا التأثر دائما يكون إيجابي، لأن الطفل بالأساس يعني أسرته هي العالم المصغر، أو هي خلينا نقول إحنا المنشأ الأساس لتربية الطفل. فهنا اليوم إحنا بهاي السنة بالذات أو السنوات القبلها إذا تلاحظين ظهرت عندنا هواي حالات أكدت لنا أنه بعد الطفل عن عائلته سببت له هواي مشاكل. بالدرجة الأولى الطفل أصبح غير متفاعل اجتماعيا، لغته أصبحت ضعيفة، ما يعرف، ما عنده مفردات، خزين المعرفي جدا ضعيف، فقير، يفتقر الهواي مقومات، ما يعرف يتعامل من يطلع ببيئة خارج بيته، ما يعرف يتعامل. هذا كله سببه شنو؟ سببه أنه هو انحصر وقته وعالمه بالشاشات الإلكترونية. هاي الشاشات الإلكترونية دائما هي مستقبل للطفل، يعني هو بس يستقبل فقط، ما يعرف يتفاعل وياها، عكس الشخص. يعني هو اليوم من يلعب ويا شخص فد لعبة أو يحل فد أحجية أو لغز، هنا راح تشتغل عنده المهارات
العقلية أكثر، هنا التفاعل مالته يصير أزيد، فأنا الطفل هنا أنا أقدر أطلع من هذا الطفل بالبيئة مالته، أطلع من عنده شخص سوي، شخص طبيعي، شخص ذكي، شخص قادر يتعامل ويا الآخرين. طيب خلينا نتكلم على المدارس الخاصة، وأكو نهوض كلش كبير بالكوادر التدريسية ودخول المناهج البريطانية، المناهج الأمريكية، جميع المناهج تدخل العراق بمعايير جدا عالية لبعض المدارس الخاصة. احنا لما نسمع مدرسة خاصة سابقا كنا نقول هاي احنا راح ندخل اولادنا بيها، راح يتعبون عليهم كل هواية ويطلعون اطفال مستقلين، شخصية قوية، ذكاء، ممكن انه اذا كان عبقري ينمون مستوى الذكاء به الى اخره. لكن اليوم البيئة المدرسية لبعض المدارس الخاصة دا تعكس تصرفات وسلوك بعيدة كل البعد عن العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع العراقي. ما نريد ندخل احنا بتفاصيل مشينة ونتكلم على حالات، لان احنا بداية الصباح جديد وطاقة ايجابية وبداية اسبوع جديد ست شباب. لكن خلينا نتكلم على البيئة المدرسية للمدارس الخاصة، شنو رأيك بها؟ هل هي ضافت للطفل؟ سوت الطفل يعني يعرف ما معنى التربية، يعرف يحترم أبوه أمه جدة؟ إحنا نعرف أكو عائلة كبيرة وعائلة صغيرة، كلنا إحنا متربين عليها بيئة الأسرية وبالأخلاقية. لكن اليوم الطفل أحس ابتعد كل البعد عن ما معنى كلمة التربية. إحنا خلينا نتفق على شيء، إنه التربية هي مجموعة نظم وقيم أخلاقية ودينية واجتماعية تخضع المعايير متعددة داخل مجتمعنا إحنا كمجتمع إسلامي. يعني أنا اليوم من أجي أطبق نظام مثلاً في الدولة أوروبية على مجتمع مسلم، شيء أكيد أكو اختلافات راح تكون، أكو فروقات، صحيح؟ يعني أنا ممكن أنتبه للجانب الإبداعي بالمجتمعات الأوروبية، لكن كمجتمع ديني احنا يحكم علينا انه بعض الاشياء هي خط احمر ما اقدر اتجاوزها اني، تمام؟ المناهج هسه اللي اذا تجي او تدرس للاطفال اللي بالمدارس الخاصه، اني اليوم محكمه ببروتوكول معين لازم اطبقه على الطفل كخطه دراسيه، زين؟ اني الطفل هنا هو راح ياخذ، حيستلم من عندي وراح يتعلم، لكن هل راح يقدر يستخدم هذه الآليات بالمجتمع؟ شيء اكيد لا، لان اذا هو تقبلها فعائلته ما راح تتقبلها. فبالتالي دائما احنا اذا نريد نقيس في الظاهره او نريد نطبق فد شيء او مقياس، لازم نطبقه على المجتمع نفسه. ما يصير اني اجيب فد شيء من الخارج او دوله اوروبيه او من الهند او من افريقيا واجي اطبقه على الاطفال العراقيين. اول شيء اكو فروق فرديه بيناتهم، ثاني شيء المستوى الاجتماعي يختلف، وشغله ثالثه يخضعون المعايير مختلفه عن المجتمع الاخر. فبالتالي انا ممكن استفاد من المدارس الاهليه اللي تطبق فد انظمه اوروبيه او انظمه ثانيه بجوانب محدده، بغير التطرق الى الجوانب الاخرى اللي تعرفين يعني شنو اقصد بيها. 100%. نعم. يعني احنا للاسف الشديد يحزننا نسمع هذه الجوانب اللي هي ما تمد لنا بصله، نخاف على اطفالنا. يعني بالفتره الاخيره اصبحت الاهالي يخافون على اولادهم باختيار اي مدرسه او اي كوادر تدريسيه او اي طلاب من يا بيئه جايين، من يا تربيه جايين. خلينا ناخذك اكيد للشارع العراقي ويا زميلي علي خشان، سوينا استطلاع اكيد راي المواطن من اهم الاراء طبعاً الموجوده ببرنامج مورنينج لايف. علي خشان لك الجو. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج مورنينج لايف، استطلاعنا لهذا اليوم بخصوص كيف تؤثر التربيه على تصرفات الاطفال، فخليكم يا لمعرفه اراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع. ما يحصل للطفل العراقي الان هو نتاج اولا ضعف الأداء الحكومي، ثانياً ضعف قسم الشؤون الإدارية التي تهتم بالطفل والطبية في الوزارات التي تعنى بموضوع الطفل، ثالثاً رداءة سلوكيات وتربية المدارس حيث لا يتوفر بالوقت الحاضر أي مشرف مجتمعي زين أو مشرف سيكولوجي. يجب أن نفرق بين السيكولوجيا وبين السوسيونوم، لا يجيبوا لي مشرف نفسي، لا، لازم يكون سوسيونوم مشرف مجتمعي، هذا يدرب الطفل على كيفية الأمور المجتمعية.
يجب التربية الأساسية هي التربية البيتية. من التربية البيتية إذا تكون صحيحة فهذا الطفل تخاف عليه. وثاني شيء التربية، وزارة التربية تقوم بتربية هذا الطفل للنمو الدراسي والعقلي والنفسي في سبيل سلوكه ما بالشارع وما في المدارس. فهاي المفروض احنا نهتم بالطلاب، دول الطلاب مواهب، فتطلع منهم مواهب علمية، مواهب يعني تفيد البلد. فيجب نتعامل وياهم معاملة صحيحة وجيدة من البيت ومن التربية. الحقيقة اللبنة الأولى هي الأسرة، الأسرة اللي تربي الطفل من سنة إلى 3 سنوات يطبع بأطباعها، إن كانوا الأسرة فوضوية وصوتها عالي أو تتعامل بتصرفات عنف أو كل شيء بالقوة أو قلة محبة وقلة احترام أو كلمات، هذا راح ينمو هذا الطفل على هاي الحالة. ورا 3 سنوات لازم يشذب، اللي هي 3 سنوات اللي راح يستوعب، راح يسجل بها الطفل. الآن بدأ كاسيت الطفل يسجل شخصيته، شو يلبس، شو يقول، شو يسوي، أو قناعاته بالحياة، شلون ياخذ اغراضه، شلون يتعامل محبه باحترام، يطلب الشيء كذا، يحب اصدقائه، يحب اخوه، يحب كل شيء مرتب. هي هاي المرحله. الاسره انعكاس كبير وصوره شلون الامان الاول لاي من عندنا من كنا اطفال. التربيه البيتيه من الضروري ان يكون هناك نظام عمل داخل البيت في تربيه الاطفال وتحديد وتشخيص الخلل والصح، بحيث الطفل ينمو داخل البيت على علاقات اجتماعية تربوية منظمة. هذا واحد. الجانب الثاني المدرسة أو الروضة لها أيضا دور أساسي في عملية تأسيس أو بناء ما تأسس داخل البيت وبالتالي النمو على هذا الأساس والتقدم به. الجانب الثالث النظام، وهذا هو مهم جدا. النظام العام، قانون العام، الطفل أو الطالب أو الإنسان أو أي إنسان لما يكون هناك نظام وقانون عام يمشي عليه الجميع، الطفل بالتأكيد راح يتعلم من الجميع. مشاهدينا الكرام، مثل ما استمعنا لآراء المواطنين بخصوص هذا الموضوع، فإلى هنا ينتهي استطلاعنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وهذا يعود للزملاء بالاستوديو مورنينغ لايف. شكرا جزيلا علي على هذا الاستطلاع. ست شذا، شفتي هواي اراء، شنو رايك فيها؟ طبعا احنا ما ننكر وجود البيئه الاساس ومتمم لها المدرسه. طبعا هوايه اختلفوا تختلف الاراء انه المرحله الصعبه للطفل او مرحله الثبات الشخصيه اللي هي من 5 سنوات الى 7 سنوات. طبعا هاي المرحله كلش مهمه. ليش؟ لان هاي المرحله هي بدايه عالم جديد للطفل، هي دخوله للمدرسه. طبعا بدخوله للمدرسه راح ينتقل من بيئه البيت الى بيئه ثانيه، لازم هو يعرف شلون يتعامل وياها. فهنا احنا لازم نعزز ثقه الطفل بنفسه بالدرجه الاولى، ثانيا نخليه يعرف شلون يعتمد على نفسه. يعني الطفل اذا قدر يعتمد على نفسه بالتالي ما راح يحتاج الاخرين ان هم اللي يرشدوا. ممكن ذول اللي يرشدوا يكونون اقران سوء، ممكن سلوكياتهم مو جيده، ممكن يتاثر بها الطفل. صحيح. لان الطفل بهاي الفتره هو مرحله اكتساب بنيه معرفيه. هنا راح ياخذ من الشارع شويه، من المدرسه شويه، من البيت شويه. هنا راح تتشكل عنده الخبرات، بتتشكل عنده الخبرات راح يبدي يتثبت عنده السلوكيات ويعرف بعدها. راح تلاحظين انه هواي عندنا اطفال ورا ما يدخلون المدرسه شخصيتهم كلش تختلف عن ما هم بالبيت او العكس. يعني هو بالبيت يتصرف شكل وبالمدرسه يتصرف شكل. اني هاي الفتره اللي يداوم بها الطفل بالاول ابتدائي لحد السادس ابتدائي، هاي المدرسه كلها، هاي الفتره كلها هي فتره اختبار وفتره اكتساب للمهارات الجديده او للخبرات الجديده. فاني لازم بصراحه اكون كلش مدركة لهاي التحولات اللي تصير عند الطفل، وبنفس الوقت أتابع على الطفل كلش زين، أتابع بالمدرسة، أتابع أصدقائه، أتابع تصرفاته، وأتابع إذا هو مثلا ممكن يكون محب هذا المكان اللي ينتمي إليه، شلون أقدر أحببه وشلون أوصل له فكرة إنه هذا الشيء زين إليه، عكس ما هو مثلا ماخذ فكرة إنه أنا ما أحب الدراسة أو ما أريد أنتمي لهذا المجتمع. نصيحة تقدميها للأم والأب حتى يتقربون لأطفالهم أكثر؟ اليوم إحنا ما نريد نعاملهم كرجل فضاء، رجل آلي. نعم. أكيد يعني اليوم بالأخير هو إنسان إلى رغبات، إلى متطلبات، إلى نعم. ميول،
لكثير من الاتجاهات. فاليوم أنا شلون أقدر أتقرب لابني أو البنتي بدون ما أخلق فجوة كبيرة يمكن من قسوة أو ضرب أو تصرف غير يعني ممكن أخليه يكتسب من عندي عادات وأمراض نفسية بسبب أنه أنا هالقد ما أخاف عليه فأتصرف بقسوة. تعرفين إحنا شوية العراقيين الحنية عندنا مرات نترجمها بالقسوة، عاطفيين جدا، وخوفنا على الطفل بسبب الحالات اللي نشوفها بالتلفزيون، التجارب اللي دا يخوضها بعض الأطفال ببعض المدارس تتخلينا أنه إحنا ندخل برهبة وخوف على أطفالنا. فشلون نقدر نتقرب لهم بدون ما نخليهم يبتعدون عنا أو يكرهونا أو ينبذونا؟ بالدرجة الأولى أي أب وأم مقبلين على الزواج، مشروع زواج وتكوين أسرة وعائلة، لازم يخلون بعين الاعتبار أنه هذه مسؤولية كبيرة. أنا اليوم من أريد أجيب طفل لهاي الدنيا لازم يكون عندي الوعي الكافي شلون أقدر أتصرف وياه، شلون أقدر أتعامل وياه، شلون أقدر يعني أتعاون أني، يعني الأب والأم يتعاونون على هذا الطفل. بالدرجة الأولى أكو هواي استراتيجيات للتربية ضرورية ومهمة لازم يتبعوها الأهالي، إنه القسوة ما راح تفيد ولا اللين راح يفيد، يعني لازم يكون الأب والأم يكونون ما بين بين. يعني ممكن أني أستخدم آلية الثواب والعقاب إذا أريد أتعامل ويا الطفل، ممكن أني الطفل أقدر أوصل له فكرة بطريقة مبسطة مو صعبة إنه هذا التصرف غلط. أني ممكن أقدر الطفل أصير صديقة إله، أكون قريبة أكثر من عنده حتى ما يلجأ لغيري لما يوقع بمشكلة. وتبدأ تشوفين هسه الحالات اللي تصير عندنا إنه الطفل دا يكون بعيد عن أمه وأبوه، دا يلجأ الناس ثانيين وذول الناس ممكن يستغلوا. الشغلة الثالثة والأهم إنه أني أتفاعل ويا طفلي اجتماعيا وأقربه مني وأخليه دائما مصاحب إلي بالزيارات العائلية بالطلعات الخارجية. ليش؟ حتى يتعرف أكثر على البيئة ويعرف شلون يتعامل ويا الآخرين من خلالي أني. والشيء الأهم إنه أني أكون قدوة لابني، ما أسوي تصرف خطأ قدامه حتى الطفل لا يقلدني، لأن الطفل طبعه هو مقلد صح، ويتعلم عن طريق التكرار. يعني من يتكرر عنده السلوك أكثر من مرة راح يحفظه وياخذه، بالإضافة لأنه هو متصور البابا والماما هم دائما على صوابه أو هم دائما صح، فمن راح تشوفيه حتكونين أنت النموذج الحي قدامه. إذا استرفتي خطأ راح يطبع بباله، وإذا استرفتي صح هم راح يطبع بباله. شكرا جزيلا ست شذا على وجودك، شكرا على النصائح الجميلة التربوية. يا ريت يعني احنا اليوم اللي يدخلون مجال علم النفس ضروري انه يكونون فاهمين شلون اقدر اعالج الطفل، شلون اقدر اعالج الكبير، شلون اقدر اعالج النساء اللي طالعين من تجربة الطلاق بما انه حالات الطلاق كثيرة. فجدا اشكرك واهلا وسهلا، شكرا لكم، نلتقيك ان شاء الله بحلقات شكرا اخرى جزيلا. ننتقل الى شلون نقدر نعيد احياء التراث عن طريق الرسم بالحناء. رسم بالحناء موهبة لإحياء هذا التراث بعد اندثاره. نعرف كل الزين أنه قليل جدا صايرين نسمع أنه بعض المراكز يجيبون بنات أنه يرسمون بالحناء، همين ما نسمع أكو فد مكان مختص اللي حاب يرسم بالحناء حاب يجمل نفسه. احنا نعرف سابقا كان اهالينا بالخطوبة بالحنة، يوم الحنة هاي يوم اليوم التراثي اللي اغلبية النساء يضعون الحنة بايدهم ويسدوها من اجل المباركة، من اجل الطاقة الايجابية، دخول عالم جديد عالم الزواج. فاليوم راح نستضيف شابة رسامة نتعرف على ليش اختارت انه تدخل مجال الرسم بالحناء، مع العلم انه احنا نسمع هذا المجال هو اندثر. اهلا وسهلا بك جنات، نورتينا، نورتي مورنينج لايف. شلونك؟ ان شاء الله تمام، بداية اسبوع سعيدة عليك. يا هلا ومية هلا بجنات، تفضلي، اهلا وسهلا، نورتينا، نورتي مورنينج لايف. بداية خلينا نتعرف عليك جنات، منو انتي وشنو تحصيلك الدراسي وليش اختاريتي مجال الرسم بالحناء؟ أنا جنات، رسامة حنة، مواليدي 93، بعدني دا أكمل دراسة. حلو. لأن أنا كلش أحب الشغل أكثر، ف بعدني اختاريت المجال مال الحنة لأنه بي فن وبي ذوق. حلو. نفس الموضوع، يعني إنه إحنا دائما نقدر نجدد بيه ودائما نقدر نخلي التاتش مالتنا،
ومجال انه انثوي كلش حلو، الطاقة مالتنا حتكون كلها بنات بنات اكيد. خلينا نتكلم على احنا شوية يعني خلينا نتكلم على واقع المجتمع العراقي من ناحية السيدات او النساء. احنا نعرف انه الرسم بالحناء هو يمكن فترة من الفترات احنا كلش هبينا على هذا الموضوع، الورد والنقشات، واكو ناس ممكن ترسم نص ايد او الايد كامل الى اخره، واصلا هو هذا الرسم احنا نعرفه عن طريق الخليج. صح. يعني احنا اكتسبناه نشوفه بالامارات او بقطر، هم بمناسباتهم بالاعياد بالزواجات دائما نشوف يرسمون ايدهم ورجلهم ويملون جسمهم يمكن برسمة الحناء. بالضبط. يعني هو اكيد جانب انثوي جدا جميل. ليش هذا المجال اندثر بالعراق برايك؟ اندثر فتره لانه صار ملل بالموضوع، بس هسه بالفتره الاخيره صارت الناس تحب الاشياء التراثيه اكثر. صح. صرنا نرجع للزي الهاشمي للحنة بنص الايد. قبل مثل ما انت تفضلتي البنات يحبون يرسمون الايد، هسه لا صاروا يحبون يرسمون هنا شف. بالضبط نفس الفكره القديمه اللي هي تتحنى وتنسد الايدين. لا هسه هنا رسمه، فعلى طول اكو ابديتنج بالموضوع، وعلى مود هيك البنات دا يحبوه لانه مواكب لذوقهم، صار مو هو الشيء القديم، لا اكو بي اشياء جديده يقدرون يخلوها. صار ايش قد تمارسين موهبه الرسم بالحنه؟ سبع سنوات. شلون تعلمتي؟ اهلي رسامين بس ما سووا شغل، انا الوحيده اللي حبيته وسويته شغل، يعني صار هو شغلي. اكو مردود مالي؟ الحمد لله. الحمد لله. اكيد. خلينا نتكلم على تقبل المجتمع العراقي للحنه. يعني احنا التاتو يعني اكو اقبال كلش كبير على التاتو. صح. اللي تحب ترسم بايدها ساينات الوان اشكال كل شيء كلاش صار. صح. بعالم التاتو. لكن الحنه تحسين انه يعني الاقبال ايش قد بالميه عليها؟ تقريبا 40%، لانه اكو عوائل ما يحبوها يعتبروها على حال الوشم نفس الشيء بالضبط، واكو لا ما يتحملوها يعني انه بشرتهم ما تكون متقبله لها، فنقدر نقول 40%. شلون تعرفين انه بشرتها تتقبل او لا، او اكو حساسيه تجاه يعني ماده مبدئيا تتحمل. لازم نسالها، او احنا صرنا نعرف يعني اللي اول مره ترسم احنا مستحيل نرسم لها بنفس نوعيه الحنه، عندنا يعني ماده انه هي ترهم للكل تنفع البشره الحساسه حصرا، فعلى مود تيجي نستخدمها لهم اللي هم خلاص يعني اختبروا هاي الماده، بعدين احنا نبدي نستخدمها الماده الثانيه. وبكل الحالات يعني انه احنا نسال الزبون اول شيء. طيب خلينا نتكلم على انواع الحنه ونتكلم على الالوان. يمكن احنا سابقا كانوا اهلنا مثلا مو يحطوا لنا حنه بالعيد. فاللي يضيف لها ليمون اللي تنام بيها تشد ايدها وتنام، يعني يمكن احنا اختبرنا شغلات بحياتنا لما كنا صغار. يعني اذا اريد ارجع لايام الحنه فيمكن اكو هواي امور ممكن تضيفيها للحنه، الماده الحنه عم تغمق والصالون شاي. بالضبط. خجرات اكو خجرات. راح نرجع لهذا الموضوع لكن نروح فاصل اكيد حتى نتكلم على انواع الحنه والالوان اللي تستخدميها. فاصل وراجعين مورنينج لايف. رجعنا من بعد الفاصل اكيد مستمرين بمورنينج لايف، ونرجع لموضوع الرسم بالحناء وليش هذا الفن الجميل يعني نوعا ما اندثر بفتره من الفترات، لكن يا جنات حبينا شويه نحيي هذا الفن الجميل ونتطرق لانواع الحناء اللي تستخدميها، شنو المواد، هل هي اورجانيك، هل يدخل التركيب الكيميائي بهذه المواد. يعني كثير من السيدات بصراحه خاصه جيل الالفينات شويه ما عندهم ثقه بالحنه. صح. يعني انه لا انا شنو دارسم الريحه ما طيبه، وتعرفين انت هوايه امور، فيمكن احنا يعني سابقا كنا جهال بالعيد اطيب ريحه شمه هي ريحه الحنه، او اني اتعارك بليله الحنه اذا قرايبي تزوجوا وهيك الا تحطوا لي اني بايدي. فاحنا كلنا يعني تربينا على يعني كلمه الحنه او يوم الحنه هو يعتبر عرف من الاعراف اللي مارسوها بالزواج. فخلنا نتكلم على انواع الحنه والمواد اللي تستخدميها. انواع الحنه هي الحنه الاورجانيك الطبيعيه مالتنا اللي تنطي لون احمر،
يعني تكون طبيعية، حنا ونخلط وياها ليمون، كجرات أو شاي حسب إحنا إيش قد رايدين نغمقها طبعاً. هاي الوحيدة اللي تكون أورجانيك هي والحنة للبشرة الحساسة بس، هما الباقين لا تدخل بيهم أشياء كيميكال بس تكون نسبهم حتى تنطي هذا السواد، ماكو شيء اسمه حنة سودة. اي بس اريد اعرف شنو الحنه سوداء وشنو يقولون ثباتيه الحنه بالضبط احسن من الحنه الحمراء وغيرها. بالضبط اكو نوعين من الحنه السوداء اللي هي تكون واحده منهم الجاكوا، هاي بها ميزه انه هي اليوم انت خليتيها على ايدك ما راح تنطي لك لون هسه، حتنطي لك لون بعد 24 ساعه. ليش؟ لانه هي نهائيا مو كيميكال، هي نبتة صحيح نبتة وحتطول أقل من الكيميكال، فإحنا نلجأ للكيميكال لأنه هي تطول تقريبا ممكن شهر على الجسم، بدل ما أنه هي حتسوي وشم البنات حتسويها كلش سهل عليها وتطول. طيب طريقة الرسم أو شنو الأشكال اللي تحسين البنات حابين عليها؟ يعني أكو ناس تستخدم ممكن تقوليش تعالي رسمي لي على شكل تاتو، صح؟ مثلا ساين، قمر، هلال، ورد، فراشة، ما هسه مقبلين على هيك الشغلات كلش هواية أكثر من الرسومات التراثية، يحبون يعني هاي الأشياء مالت الفنانة رحمة، هاي السوالف، كتابة، هيك شيء. بس بموسم الأعراس لا، هي نفسها البنية اللي تحب أشياء سمبل تحب بالمناسبة إنه إيدها مليانة، رجلاناتها مليانة، هيك شيء. الحنة شقد تستغرق وتاخذ لون الحمراء؟ تحتاج تقريبا 6 ساعات. 6 ساعات لازم تكوني مجمدة 6 ساعات؟ لا هي تنشف. أوكي. بالبداية راح يطلع لون كلش خفيف. أي. ويبدي يغمق مثل اللي قلت لك عليها انه هي تبقى 24 ساعة، هاي لا اقل بشوية. احنا نعرف الحنة صارت بديلة عن التاتو، يعني صح. بعض الناس ما تحبذ انه ترسم على جسمها لانه ممكن تمل من هذا من هاي الرسمة، صح. بعد فترة من العمر، فدائما انه يلتجئون للحنه تكون البديله للتاتو، يعني كل فتره ممكن هي راح تروح تختفي، اروح اجدد رسمه غير شكل غير الى اخره. فخلنا نتكلم على الاعراس تسوين حنه، يعني بعد الاعراس انه تميل انه تسوي حنه للايد للرجل؟ طبعا بري البارحه يعني كان عندنا حفله، تطور الموضوع مال الحفلات والكورنرات مال الحنه، صارت الزبونة تطلب أو كورنر حنة أو جلتر بارتي إذا سمعنا بها. لا جلتر بارتي على هاي الأشياء الجديدة. أوكي جلتر بارتي. الجلتر بارتي هي تكون جلتر، أي البنات اللي إحنا لماعي لماعي، بس بديزاينات كوش هواية ممكن يتخلى هنا. حلو. على العظمات، على الكتف. حلو. بديل الحنة وفد شي حينطي حيوية وهيك أكتيفيتي كلش حلو. تقريبا إحنا أول ناس نسويه بمراسمنا، فكانت اضافه كلش حلوه. هسه صارت عندنا يعني انه الزبونه ممكن تطلب كورنر حنه انه هي التقليديه نحن المعازيم، او تطلب جلتر بارتي، اثنينهم حلوين ولسه دا ينطلبون، بس الاجدد هي الجلتر. نعرف انه بحفلات التخرج دائما اكو زي اللي هو اللي تختار الزي المصري، الزي صح. الخليجي، صح. الزي ممكن يعني كل البلدان، صح. تدخل بهذا الموضوع التنكر وغيره. نشوف أغلبية البنات يلتجؤون للحنة بصراحة، دا أشوف هذا الشيء. صح، موسم، هو موسم يكون موسم تخرج، بالعادة هم يرسمون رسمة تتناسب ويا اللبسة. تعرفين أكو بنات يلبسون قفاطين فتحبها أنه هي مبينة، صح. أو أكو بنات يحبون ما يلبسون إكسسوارات وساعات، تريد إيدها مليانة، أو أكو لا بس يعني تكتفي بشيء بسيط لأنه بسيط. الكم لهنا واصل، فيعني كلش يحبوها بموسم التخرج. تحسين المحجبات يحبون الحنة أكثر أم السافرات؟ محجبات. محجبات أكثر. هي لاحظت إحنا مجتمعنا لأنه محجبات يحبون كل شيء، يعني صح. إحنا بمرسم عندنا مكان خاص للرسم على الجسم بس للمحجبات، بس للمحجبات تخيلي، فإقبال المحجبات أكثر من الما محجبات بالموضوع. طيب خلنا نتكلم على شغلك أو بداية يعني دخولك لهذا المجال، انت وحدك لو عندك فريق كامل؟ انا كنت وحدي. ايوه هسه صار سنتين. أيوه. بدينا نوسع شغلنا، صار عندنا الحمد لله 3 مراسم وعندنا موظفاتنا يعني بناتنا، هم كلهم صغار يعني البنات، ومنظمين وقتنا احنا سوا حتى نكون فريق واحد
نسد مكانات بعض لان كلهم طالبات جامعيات يعني بنفس الموضوع فبدنا نطور الموضوع. ذكرتي موضوع كلش حلو بالبدايه ركزت عليه، شوفي انا دارد اتذكر الكلمه اللي قلتيها بدايه هسه جتي على بالي، قلتي انه انا احب الشغل. يعني اليوم احنا قليل من الشابات اللي دا نشوفهم خاصه بسنه 2023 ان يعتمدون على اهلهم او بالبيت يا دوب ادرس وظيفه ينتظرون الوظيفه الحكوميه صح حلم البعيد اللي احنا دائما نحكي به. ليش قلتي كلمه احب الشغل؟ شلون صرتي بتعتمدين على احد؟ حبيتي تعتمدين على نفسك وتبرزين نفسك بمجال معين اللي هو اختاريتي رسم الحنه، ليش؟ احب افكر شلون شلون حبيتي شلون قلتي لازم اليوم اني اطلع يا جنات اروح اشتغل واعتمد على نفسي. احب التجاره يعني انطيلي اي شيء اعرف اسوق لك اياه، هي منها الفكره انه انا عندي هذا الشيء اعرف اتعامل ويا اللي قدامي واعرف اسوق له. يعني انا مو اداريه انه ممتازه، لا احب انه اشتغل، احب اطلع فكره واشتغل عليها واكبر. اتمنى لك كل الموفقيه ان شاء الله يا رب كل بناتنا شبابنا عندهم هاي الفكره مالتك الجميله انه انا احب الشغل انا حبيت ادخل مجال اتعلمه زائد دراستي انه انا اعتمد على نفسي بالضبط. ادخل عالم التجاره فينطيش العافيه حياتي. وكلش فرحانين انه نلتقي بشطاقات شابه كلها ايجابيه وتحب الحياه وتحب انه تكون لها استقلاليه. يعني حرامات شبابنا وبناتنا قاعدين بالبيت بدون شغل معتمدين على امهم وابوهم ودي ينتظرون اكيد الوظيفه الحكوميه. شكرا جزيلا لك، اهلا وسهلا. ننتقل الى اهم الاخبار الموجوده بمواقع التواصل الاجتماعي، حان الان انه نسمع الاخبار الترند اللي تختار لنا اياها اكيد طيبه عامر بعنايه ودقه ودائما تكون حريصه انه تجيب لنا الاخبار الترند المترأسه الهيدلاينز بمواقع التواصل الاجتماعي او المنصات الالكترونيه تويتر سناب شات انستغرام، كل المواقع والحسابات تكون اكيد التغطيه كامله من خلال طيبه عامر. تفضلي طيبه، بدايه اسبوع سعيد عليك. مساءك خير وعافيه، شلونك؟ بدايه اسبوع سعيد عليك ان شاء الله. شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام بخير. تشانش؟ انا بخير. اليوم ابيض وازرق والامور تمام، مليانين فول مليانين الوان اليوم. تعرف بدايه اسبوع جديد وبدايه شهر جديد وبدايه عام دراسي جديد، اكيد اتمنى لطلابنا كل الموافقيه والنجاح، واكيد صبحنا على الاختناقات المروريه وتوقف السير بعض التقاطعات، يعني تزامنا مع ابتداء العام الدراسي. اكيد يسعد مساكم او يسعد صباحكم مشاهدين قناه السومريه ومتابعي برنامج مورنينج لايف، مثل ما عودناكم اكيد نحكي بالاحداث اللي احتلت ترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال ال 24 ساعه اللي فاتت. خلينا نبدا احداثنا لهذا اليوم اكيد مثل ما عودناكم مع الانواء الجويه. تداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن أول زخات المطر لموسم الخريف تهطل على مدن عراقية مختلفة الأسبوع المقبل. طبعا ابتداء من الأسبوع القادم إن شاء الله راح تبدي زخات المطر تنزل على بعض المدن العراقية. تصفيق، رجعنا التصفيق مع انغام. ليش تصفيق؟ انا اقول ليش تصفيق؟ نعم يعني مجرد ان تسمعين اكو مطر جاي ومجرد انه تسمعين انه المحاصيل الزراعيه راح تنروي، الفلاحين راح يسعدون ويفرحون بزخات المطر، دجله نهر دجله والفرات راح يشوف مي، الحبانيه ممكن انه نشوف الجفاف اللي والتصحر اللي موجود بالعراق ليحزننا، فزخات المطر بحد ذاتها هي فرحه وسعاده. نعم. فانا اكيد راح اصفق. نعم. انا كلش يعني احنا اليوم خلينا شويه نرجع لموضوع المحاصيل الزراعيه. نعم. والفلاحين وسعادتهم سابقا كانت اكو صلاه الاستسقاء. نعم كلش فرحانين بهذه الاخبار انه بالاسبوع القادم ان شاء الله راح تبدي زخات المطر، يعني ان شاء الله يبدي يرتفع منسوب المياه، وخاصه انه هذا الحدث راح يفرح كثير من الفلاحين اللي فقدوا بالفتره الاخيره المياه بالعراق.
ننتقل إلى الحدث اللي بعده. طبعا تداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرصد بيئي يقول أن أكثر من 30% من دوائر الدولة ممكن أن تتكرر فيها فاجعة الحمدانية. أنغام أكو بعض مواطنين يعني بدأوا يعني أخبار أو فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي العراقي بدأوا يصورون أنه كثير من الدوائر الحكومية ويعني دوائر الدولة معرضة لفاجعة الحمدانية. طبعا أتمنى الصحة والسلامة على الجميع، لكن أغلب الدوائر الحكومية غير ملتزمة بتعليمات السلامة أو ضوابط السلامة. بالفترة الأخيرة يعني بعد فاجعة الحمدانية قامت بكشف حملة كشوفات لقطاعات عدة لكافة المحافظات العراقية. طبعا أكيد نشكر قواتنا الأمنية على جهودهم المبذولة. بعد الفاجعة بدت رقابة مشددة من جهات معنية، بدت حملات وكشوفات على الدوائر الحكومية، على الكافيهات، على المطاعم، حتى يعرفون أنه هذا الشخص ملتزم بضوابط الأمان أو شروط وتعليمات السلامة. رح أخذ نقطة شوية نحكي بهذا الموضوع أكثر. يعني احنا اليوم نتمنى مو بس الرقابة على بعض الدوائر، يجب ان كل شخص يستورد جبسن بورد يجب ان يعاقب ويحاسب بسبب الارواح اللي شفناها، الارواح الغالية علينا، الخسارة والفاجعة اللي شافها العراق يعني قبل يومين، اللي يمكن ابكت العالم اجمع. نعم. يعني يمكن احنا شفنا البارحه، كل احترام لعمر دياب، البارحه حفله عمر دياب. نعم. اول ما بلش الحفل قال كلمه انه منع ما اريد الالعاب الناريه، بالضبط الالعاب الناريه ما حفاظا على ارواح الناس، حفاظا على الارواح. نعم. ويا ريت اليوم احنا همين نحاسب اللي يتاجرون بالألعاب النارية. نعم. يعني والشعالات وهذه الأمور اللي تصير داخل القاعة الألعاب. نعم. النارية وغيرها، نكتفي فقط بالإضاءة، نكتفي فقط بالدي جي. طبعا بمحافظة الحلة يا أنغام أصحاب القاعات منعوا الألعاب النارية داخل جميع قاعات الأعراس، وهذه خطوة جدا إيجابية، ويا ريت كل قاعات باقي المحافظات تلتزم بهذه الخطوة حتى ما تتكرر هذه الفاجعة الأليمة. ننتقل إلى مديرية الدفاع المدني تنفذ حملة كشف واسعة لشروط السلام بجميع المنشآت. طبعا بدت مديرية الدفاع المدني يعني تطلع حملات على المدارس، على المجمعات السكنية، على المستشفيات، الفنادق، تعلمهم على شروط السلامة أو كيف يستخدمون طفايات الحريق. وهذه الخطوة جدا إيجابية. اليوم لازم نوعي المواطن، لازم نخلي المواطن يكون عنده ثقافة تجاه هذه الأمور الخطيرة اللي تصادفه بحياته. إن شاء الله. ننتقل إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون وثيقة سابقة تفيد أن قائم مقام الحمدانية في محافظة الموصل يمنح الموافقة لتشييد قاعة الهيثم على أنها توافق ضوابط السلامة والأمان. طبعا أنا اليوم أتمنى يتم محاسبة هذا قائم مقام منطقة الحمدانية في محافظة الموصل. طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي يا أنغام نشروا هذا الكتاب الرسمي اللي موافق عليه على أنه هذه القاعة تلتزم بشروط الأمان والسلامة، وانتي مثل ما شفتي أنه مغلفة بسندويش قابل للاشتعال، ألعاب نارية، كاربت قابل للاشتعال، غير موجود نوافذ أو طفايات، باب خروج للطوارئ، الشعالات أو هاي الألعاب النارية الموجودة داخل القاعة. أريد أعرف هي وين السلامة بالموضوع؟ قريبة من الورد، احنا شفنا أنه الألعاب النارية كانت جدا عالية، والدانتيل والورد نازل، فأكيد أخذت النار. وتعرفين أنت هاي المواد قابلة الجبسن بورد. نعم. عبارة عن بنزين. نعم. معروف هذا الشيء. أنا أتمنى اليوم أنه يحاسبوه
يحاسبون كل شخص ما يلتزم بقوانين أو شروط السلامة، لأنه ما شفنا أي سلامة بالموضوع. يعني قاعة بيها ألف شخص معقولة ما بيها طفاية حاجة؟ علما أنه بالتصريح من وزارة الداخلية قبل شوية قالوا أنه القاعة تسع 500 شخص مو ألف شخص. وشلون استقبلت ألف شخص هاي القاعة؟ أنا يعني بس اليوم إحنا شوية خلينا يعني نصفن، أنا من قالوا لي ألف شخص بهذه القاعة، لما تشوفيها القاعة مستحيل تستقبل ألف شخص يعني. شلون سعت هذه القاعة ألف شخص؟ زين يعني أنت صاحب القاعة شلون يعني ما أعرف. للأسف يا أنغام سفنا الله وانا لي رجع شنو اللي نحكي قليل يعني إحنا بعد تأذينا. الله يكون بعون، الله يكون بعون الناس اللي كانت موجودة بهاي الفاجعة. أي والله. الله يكون بعون كل شخص فقد أهله وناسه وأطفاله. الله يكون بعون وبردنا وسلامة على قلوبهم إن شاء الله يا رب. من بعد فاجعة الحمدانية في محافظة الموصل، تسمم جماعي بأحدى قاعات الأعراس بعد وجبة عشاء أقيمت خلال حفل زفاف في محافظة كركوك، تعرض أكثر من 150 شخص للتسمم بعد تناولهم طعاما فاسدا في محافظة كركوك. طبعا دا نشوف بالفترة الأخيرة هذه الكوارث، هذه الأخبار المخيفة بالعراق خاصة بالمحافظات الشمالية. أتمنى لهم كل الصحة والسلامة إن شاء الله. خلينا نشوف الفيديو وراجعي لكم. البارحة يعني احنا نسمع الاخبار المؤلمة اللي يعني بالاعراس ودا تسبب لنا فوبيا. فالبارحة انا بصالة رياضية اوكي، فتخيلي كثر ما صار عندي يعني وسواس بهذا الموضوع انه احنا طابق ثاني وممر واحد، فرحت انا اتاكد اكو طفاية حريق. زين اذا يعني نعم هذه إيه؟ بالعكس حفاظا على سلامتك وحفاظا على سلامة الموجودين تباعين على الحائط. نعم. اوكي الحائط لزمت لها، هذا حائط اوكي ماكو. نعم. جبسن بورد. الحمد لله. انتي يعني لا اراديا هالقد ما هذه الفاجعه. نعم. سببت لنا فوبيا وخوف. نعم. انت المكان اللي تتواجدين به لازم احنا لازم نكون حاسب نفسنا. نعم يعني صرت حاسب نفسي. نعم صحيح. يعني أني صراحة صار عندي خوف مثل ما ذكرتي أو فوبيا من الأعراس. دا نشوف يعني الأخبار جدا مخيفة. يا ربي يحفظ جميع العراقيين ويبعد عنا هذه المصائب. ننتقل إلى الحدث اللي بعده. تداولت أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي واحتلت ترند على السوشيال ميديا العراقية محاولات لفتح قبر رجل 60 توفى قبل 40 يوما بعد أن ادعت ابنته أنها سمعت أصوات غريبة من داخل قبره في محافظة إدهوك. خلينا نشوف الفيديو وراجع. اخوان بس بلا تجمع. أيه مشهد حيبة. أكيد مشهد مرعب. تجمعت فيه العشرات من الأشخاص في مقبرة فايدة بهدف فتح القبر بعد سماعهم صوتا تصدر منه. طبعا مدير ناحية قضاء فايدة نفى هذا الحدث الغريب. بحسب المعلومات إن المتوفي هو لاجئ سوري وأصيب بسكتة دماغية قبل وفاته. يا أنغام أنه طلبوا أهله أو الأشخاص. نعم. اللي تجمعوا حول القبر بهذا قضاء فايدة في محافظة إدهوك رادوا أنه يفتحون القبر حتى يعرفون أنه هل الشخص موجود، هل هو عايش،
بعض من الأشخاص بالكومنتات يعني كومنتات غريبة عجيبة أعذار إنه على أساس ناسين هاتف المتوفي داخل القبر وده يصدر الأصوات اللي طلعوا المتوفي وإنه هو عايش، لكن هذه أخبار كلها مزيفة كلها نفتها يعني مدير ناحية هذا القضاء، وإنه الخبر غير صحيح وما حصلوا أي أمر قضائي من القاضي حتى يفتح هذا القبر. يعني بصراحة البارحة أنا شفت هذا الخبر، يعني توقعت يوم أنت راح 100% راح تزودينا بتفاصيله. هذا الخبر بحد ذاته يعني شرعيا هو حرام ينفتح القبر، يعني شرعيا هذا الموضوع يعني تحسي أنه هي يعني يمكن مراحة والشرطة وهاي ما سمعوا صوت، ما سمعوا أصوات، نعم ماكو يعني مجرد كان تلفيق، هي كانت يمكن تتخيل، نعم تتخيل. فموضوع يعني ما يحتاج نسولف بعد أكثر. ننتقل إلى فيديو طريف تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرجل مرور يفاجئ سائقي المركبات بتوزيع الحلوى بمناسبة المولد النبوي. طبعا هذا الحدث تحت مسمى عبالي راح تقص لي وصل. خلينا نشوف الفيديو وراجع لكم. يلا نجي نقص ناصن. جميل. طبعا خوف المواطنين العراقيين من رجل المرور اجد يهدي له هديه، يعني دا يوزع الحلوى بمناسبه المولد النبوي. طبعا عاشت ايدهم على هذه المبادرات لكن هذا الشخص عباله انه جاي دا يقص له وصل. يقول له يا اخي انه انت صدمتني او خوفتني، انت جاي تقص لي وصل، لكن فاجئ بهديه جدا بسيطه. ننتقل إلى حدث اللي بعده. معلمة بأحدى مدارس محافظة البصرة تقوم بإعادة صبغ وترتيب الصفوف على نفقتها الخاصة استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. خليني أخذكم لهذه المعلمة اللي يعني قليل نبحقها كل الكلمات ونرجع لكم. والله اليوم نحتفي بيها احنا، يلا نعم. نشوف. جميل هذا الخبر، هذا الخبر نفتخر جميل معلماتنا والله، وفد إيجابية وطاقة نعم. إيجابية تجنن إنه اليوم نشوف المعلم. يعني كثير من المدرسين نشوف الفترة الأخيرة، أنا عن نفسي يعني صديقتيهم نعم. من نفقتها الخاصة ممكن مبادرة حلوة، أي يعني تحب إنه تشتري قرطاسية للطلاب اللي ما عندهم، اللي أهاليهم ينطيها العافية يعني. فينطي نعم. العافية لكل مدرس نعم. ولكل معلم، وإحنا اليوم لازم نقوم لها نعم. ونقفلها بالاستعداد وتصفيق. ينطيك العافية أكيد ويحفظك يا رب. ننتقل لإحصائية تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. العراق في المرتبة الثانية عربيا بهدر طعام أكثر من 4 ملايين طن سنويا. 4 ملايين طن سنويا يا أنغام، يعني رقم مو سهل، خيالي. واحتل المرتبة الثانية بهدر الطعام. يعني يا ريت أن اليوم الأشخاص أصحاب العزايم اللي يسوون مثلا هذه الثوابات صاير ريحاتهم الطائي، نعم يا ريت أن اليوم أوزع قسم للناس المحتاجة أحسن من ما أهدره، يعني بالتالي هو حرام، يعني هي نعمة الله. ننتقل للحدث اللي بعده. شركة سويسرية لتصنيع الساعات تحطم الرقم القياسي بوضعها أحجارا من 12 نيزكا داخل ساعة واحدة. شلون ساعة مميزة يا أنغام، جميلة جدا يعني كلش حركات، كلش حبيت، يعني ساعة مميزة واللي يلبسها كلش مميز، يعني على عدد الأرقام من كل رقم
حجر من ميزك مختلف. واو ايش قد سعرها؟ غالية خيالية. حطمت رقم القياسي. طيب راح تشتريها. الله طيب. أنا قلت لك مثل قبل البرنامج. أكيد نختم أحداثنا لهذا اليوم مع هندية تبلغ من العمر 92 عاما تحقق حلمها في أن تكون قادرة على القراءة والكتابة بعد التحاقها بالمدرسة لأول مرة في حياتها. خلينا نشوف الفيديو وراجعي لكم. ما تعرف تقرأ وما تعرف تكتب بهذا العمر الكبير اللي هم ماخذين العمر مجرد رقم. حبت اليوم انه تعرف بهذا العمر الكبير تعرف تقرأ وتكتب. يا ريت انه اليوم بناتنا وشاباتنا دا اشوف انه بالخاصة بالمحافظات الجنوبية يا ريت الاهل اليوم ينطون فرصة لابنائهم للتعليم لانه التعليم جدا مهم. وهمين احنا نناشد وزارة التربية والتعليم بانشاء مدارس تخص بتعليم كبار السن. كثير من كبار السن حابين انه يتعلمون وحابين اللي يعني الامي اللي شغلتها مشاغل الحياه اللي كان يكسب قوته وما عنده مجال انه يدرس الحرمان من قبل الاهل فنتمنى انه يعني يعاد النظر بانشاء مراكز مدارس تختص بتعليم كبار السن ان شاء الله. شكرا جزيلا. طبعا نتمنى لكم نهار سعيد. والله نتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك يا حبيبتي. شكرا لك جميله مورنينج لايف. وشكرا على الاخبار الحلوه. يعطيك العافيه. شكرا على التعب اللي تبذليه. شكرا جزيلا. ننتقل الى الشباب بين تقليد الفنانين والمشاهير والشخصيه المستقله. نشوف بالفتره الاخيره للاسف الشديد يحزننا انه احنا ندخل بهذا الموضوع. سابقا كان الرجل يعني اذا نريد نوصفه بفعله نوصفه بذكائه بالتزامه، لكن الان الرجال تبحث بعض الرجال للاسف او الشباب المراهقين بالذات تبحث عن تقليد اللاعب تقليد الفنان لدرجه انه ينسى شخصيته وينسى عاداته وتقاليده وتقبل المجتمع لتسريحه شعره ملبسه تصرفه. للاسف الشديد ب 2023 فهمنا موضوع التقليد والتعلق بشخصيات ما تمد النفس لها. نروح فاصل اكيد ونرجع مع محمود الغريب اكاديمي باحث نتكلم على التقليد اللي صاير بالفتره الاخيره. فاصل مورنينج لايف. رجعنا من بعد الفاصل اكيد مستمرين بمواضيعنا ومحاورنا المهمه التي تطرح يوميا من يوم الاحد الى يوم الخميس اكيد بمساعده لجنه الاعداد اللي تراسها علي موسى باختيار اهم المواضيع اللي يعاني منها المجتمع العراقي. فموضوع التقليد اللي صاير بسنه 2023 تقليد التصرفات، تقليد الشخصيه، مرات ننسى شخصيتنا، ننسى تربيتنا، ننسى عاداتنا، لانه اني حبيت مطرب، حبيت لاعب، حبيت مشهور، واحس انه اني شخصيتي اذا قلدت ممكن انه اني راح انجح وممكن العالم راح تحبني. فاكيد اليوم نحن بحاجه الى الباحث والاكاديمي الاستاذ محمود الغريب حتى شويه نوضح اللي صاير بسنه 2023 بشبابنا وبناتنا. كيف الحال استاذ محمود؟ نورتنا. الله يخليك. نورتنا، نورت مورنينج لايف اكيد الاستاذ محمود الغريب بخصوص موضوع التعلق او تقليد المشاهير او الانفلونسر الموجودين على الساحات الالكترونيه او المنصات الالكترونيه. شنو اللي صاير؟ ليش هذا التقليد القوي؟ يعني ليش صرنا ننسى منو احنا؟ صرت انسى اذا اني كنت ذكي اصير ممكن، اذا هذا اللاعب غبي فانا راح اصير غبيه لان هو غبي. يعني انسى نفسي، انسى تكويني، انسى تعب اهلي، انسى تربيتي، انسى عادات وتقاليد المجتمع. استاذ محمود تسمعني؟ النت يمكن ضعيف، يا ريت انه نعيد الاتصال به حتى نتناقش بهذا الموضوع المهم. اكيد نرجع لموضوع الفنانين. اوكي اهلا وسهلا بك مره ثانيه استاذ محمود. تسمعني؟ الصوت واضح؟ بكل صراحه. تفضل تفضل، اكيد لك الحديث. تفضل. هذه هي مشكله اصلا متسلسله من الازمنه.
يعني ليس بالضروره انه احنا نركز عليها فقط في مثلا في 23، ولكن هي مشكله متراكمه وايضا متزايده. في كل زمان راح يكثر عندنا النسبه والتناسب نسبه الشباب في هذا الجيل. من بعدها راح يكون ايضا نسبه عمليه التقليد لهذه الظاهره راح تكون متزايده حسب النسبه والتناسب. ولكن ايضا احنا عندنا عمليه تطور الاعلام وايضا التركيز على بعض الامور الاعلاميه بدا يسلط الضوء على هذه الظاهره. سابقا هل كانت موجوده؟ نعم كانت موجوده حتى في الثمانينات والسبعينات والستينات، كانت هناك حاله ظاهره من حالات التقليد، ولكن عمليه الزياده هذه تسبب الى ارباك مجتمعي. طيب خلينا نصنف عمليه التقليد، هل هذه التقليد ايجابي ام سلبي؟ وايضا نسبه التقليد في المجتمع، ما هي الفئه التي تقلد هذه الظاهره او هذه المشاهير؟ بغض النظر نوعيه المشاهير سواء كان الفانيستا او البلوجر او حتى الفنانين الاعلاميين اللواعث، بغض النظر على عمليه تقليد من هو المشهور. اكو نوعين من عمليه التقليد، اكو التقليد اللي هو المتخصص، تلاحظين اكو كثير من الاشخاص وان كان اعمارهم 40 الى حتى 50 سنه، وهذه ظاهره منتشره حتى في اوروبا. التقليد التخصص اللي هو اصلا في داخل المود، يعني في داخل المجال، مثلا يقلد في قصات الشعر، يقلد في اللبس. صحيح. هذه ظاهره منتشره في اوروبا بكثره. ولكن نجي على مجتمعاتنا العربيه، عمليه التقليد ما تجديها عند الرجال او النساء اللي هم اعمارهم كبيره جدا، فقط الى فئتين. الفئه المهتمه اللي هم السوشيال ميديا، اللي هم المشاهير وغيرها، اللي يذهبون الى عمليه تقليد الملابس الماركه اللي هي واجهه الى نفسهم وعمليه تسويقهم، وهذه يعني خلينا نسميها نظريه مختلفه على عمليه التقليد، وهي فقط استقطاب الجمهور بانه هذا الشخص غني او هذا الشخص يمتلك حاله من الاتيكيت. استاذ محمود، اذا نريد نرجع ولو اذا تسمح لي مداخله بسيطه، اذا نريد نرجع لايام قبل، اذا انا عندي موهبه انه العب كره القدم او كره السله، فاني راح انمي من موهبتي وادخل فد مخيمات وتدريبات كلش مكثفه. لكن الان مساله التقليد اصبحت مجرد شيء سطحي، لبسه، شكله، اكله، تسريحه شعره، البراند اللي لابسه، والاكسسوارات اللي يقتنيها. نعم تفضل. هو اكثر خطوره السلوك. صحيح، سلوك خطوره السلوك. نعم، وهو اكثر خطوره من اللبس. هذا شوفي، هو هنا اللي احنا راح نتكلم عليه، هذه كانت مقدمات. المرحله التقليديه للمشاهير هي تبدا من تقريبا العمر 20 حتى 22 سنه فما دون، وهذه تعتبر اخطر مرحله لدى الشباب. طيب اغلب العلماء او اغلب المختصين في مجال علم النفس يقول انه هذه الظاهره طبيعيه لكل انسان يمر في مرحلة تسمى مرحلة التقلب الشخصية، هذه عدم اكتمال الشخصية البنيوية للإنسان، لذلك عدم تكامل البنيوية الشخصية للإنسان راح يسبب عند المدخلات لكل شيء. يعني بغض النظر قد يكون شاف بأنغام طريقة تسريحة معينة راح راح تصممها البنت، راح تقلدها، راح تجرب كل شيء موجود في متاح لها، سواء كان عن طريق النظر، عن طريق السمع، عن طريق التذوق، وعن طريق الملمس. كل هذا اللي راح تشوفه راح تبدي تجربها او يجربها الشخص. بالمقابل هي عمليه تكوين الشخصيه، في حال انه يكون عنده هذا ايجابي او سلبي راح يلتصق بشخصيته، وراح يكون عمليه تقليديه. طيب ما هي سبب هذا الشيء؟ هو المهم، هو الاخطر، انه احنا عندنا عده اسباب لعملية تقليد المشاهير. طبعا بغض النظر انه نوعية المشهور هل هو ايجابي ام سلبي في داخل المجتمع، هل هو ينقل ظاهرة ايجابية للشخص ويبدا يغير من شخصيته الى الحالة الايجابية، ام يغير شخصيته الى الحالة السلبية. مع الاسف انه احنا ما عندنا حالة من السكرتي خاص على المشاهير حتى ان نسيطر على الظواهر والسلوكيات المجتمعيه اللي هم جاي يتابعوهم ملايين من الاشخاص. هم متابعين من
شهير. اصبحت يعني اصبحت استاذ محمود، والمشكله الكبيره اللي تواجه مجتمعنا العراقي، احنا خلينا نتكلم على محيطنا، الشباب اللي نشوفهم بالكافيهات بالمطاعم بالشوارع، اللبس، طريقه المظهر، طريقه الشعر، طريقه التصرف. ممكن الشاب هو خجول، لكن بمجرد تاثره بهذا الفنان اللي هو غير مجتمع، غير عادات، غير تقاليد، غير سلوك، ممكن أنا أكتسب منه أنه أنا أدمن مخدرات، لأن هو يتعاطى مخدرات. إذا أنا مثلا ما بعيدة كل البعد عن الكحول، أروح إلى معاقرة الكحول، والله هذا الآيدل مالتي، القدوة مالتي، إذا هو يعاقر كحول فأنا لازم مثله، وإلى آخره من التصرفات. أو ممكن أكو أشخاص حطت نفسها بديون لأنه تريد تشتري البراندات أو الماركات اللي هذا الشخص يقتنيها. فللأسف الشديد أصبح موضوع المنصات الإلكترونية ودخولنا لهذا العالم سلبي أكثر من الإيجابي، من التقليد والتعلق بشخصيات وهمية افتراضية. انت في هذا المجال، وراح تشوفين وانت تعرفين اكثر من عندنا بان هذا المجال فيه كميه من الخطوره وكميه من الامور المخفيه على الجمهور لا يحمد عقباها، ولكن عمليه تسويق للجمهور تهافتت عليها كثير من الشركات العالميه والعربيه الى انه كثير، سواء كان حتى العقائد والافكار والمذاهب والديانات والمعتقدات وغيرها، بدأت تروج وتسوق حتى الطرائق الغريبة للمجتمعات الإسلامية أو المجتمعات العربية أو المجتمعات التقليدية، بدأت تروج من خلال هذه الشخصيات. طيب لماذا؟ الجواب إن لأن عدد كبير من الجمهور أو من المجتمع يستمع ويقلد وينصت ويطبق ما سمعه من هذا الشخص. عندنا عدة مشاكل استغرام بهذه الأمور. المشكلة الكبيرة جدا أن لا يوجد لدينا عملية سيطرة ومتابعة للمحتويات. نعم عندنا ظاهرة المحتويات اللي كانت سابقا باعتقالات أو غيرها، ولكن أكو هناك محتويات علمية، حتى أكو أحيانا محتويات علمية تسوق بطريقة خبيثة وتسوق بطريقة غير صحيحة وغير واقعية للجمهور لحتى أن يخطأه. هذا المشكلة وين؟ لو تلاحظين حتى بالستوري أو بأي فيديو، انه المشاهده للجمهور تجد من تقريبا عمر 14 سنه حتى عمر 25، وهذا ارجع واقول اخطر فئه عمريه لاستقطاب المعلومات، لان هذه الشخصيه لم تكون. المشكله وين؟ المشكله اولا في الدوله عدم متابعتها لهذه الظواهر، وهذه الظواهر جدا خطيره وقادره على تغيير سلوكيات كبيره في المجتمعات وما تسمى بالحرب الناعمه. الشيء الثاني وهو ايضا المهم ولا يقل اهميه من الدوله، وهو المجتمع الاسري. بكل صراحه لو احنا يعني احنا تربينا انه احنا نقلد الاب والام ونقلد العم والخال ونقلد الاخ والاخت الكبيره في جميع الامور الحياتيه، نقلدهم ليش؟ لان نحبهم، نقلد الاستاذ ونقلد المعلم لان نحبه، فنقلد لأن الجميع بيه اكيد لان نقتدي به نتاثر به. لكن الان خلينا نتكلم على الصناعه الكوريه وتقليدنا لفرق كوريه تختلف عاداتهم وتقاليدهم ولبسهم وطريقه شكل الجسم مالتهم، وممكن حتى التعرض لعمليات تجميل. كثير من النساء يمكن حابة تقلد هيفاء وهبي أو تقلد مايا دياب أو تقلد أي مشهورة، إلى أن يمكن أنت شكلك يختلف، عيونك تختلف، خشمك يختلف، تعرض نفسها لتشوهات بعمليات التجميل لأنه هي حابة تقلد. كثير أهمين ما ننسى أستاذ محمود المسلسلات التركية وتأثرنا بيها، ونريد احنا الرومانسية ولازم يوفر لي الملابس، يوفر لي الورد. احنا اليوم العراقي او الرجل العراقي مسؤولياته كبيرة، يعني فأصبحت النساء وهذا الجيل بالذات يقلد ناس، او احنا نقلد مجتمعات تختلف عنا، تختلف يعني بالمادة، تختلف بالاستقرار، بلد مستقر، فيعني اكو اختلافات هواية بصراحة. شوفي هذه انت اعلاميا وتعرفين اهميه الثقافه ونقل الثقافات وتسويق الثقافه المجتمعيه الى دول اخرى. هوليوود
صرفت عليها مليارات الدولارات لتسويق أمريكا في طريقة مختلفة، سواء كان الجيش الأمريكي، الاقتصاد الأمريكي، النظام الأمريكي وما شابه. بوليوود كذلك. تركيا كانت سابقا قبل الانتشار الفظيع للمسلسلات والأفلام التركية لدى العراقيين وحتى لدى العرب، كان هناك الاقتصاد مالته متدني، كان لا يتجاوز إلى 10 إلى 20 مليون دولار الإيرادات من للعراقيين من تركيا. أما الآن تقدر ما يقارب سنوياً 15 مليار دولار هي عملية الاستيراد من تركيا للعراق فقط. هذه نجحت الدول العظيمة تسوق طريقة بغض النظر أنه هذا هل متقبل في المجتمع أم لا. عوضاً عن ذلك السياحة في تركيا هي من أول مرحلة، ليش؟ لأن سوقت هذه ثقافتها. كوريا الآن نجحت في تسويقها، كوريا والصين واليابان نجحت في تسويق ثقافتها وتسويق اقتصادها وتسويق مجتمعاتها وحتى الطقوس الخاصة بها في مجتمعات عربية بطريقة فظيعة وسريعة لدخولها ودرجة الاقتصاد ما لا ترتفع. طيب احنا هنا المشكلة وين؟ المشكلة لا يوجد لدينا رقابة في كل سواء كان القنوات أو المجلات أو الصحف أو الإعلام عامة أو حتى السوشيال ميديا، لا يوجد لدينا رقابة في عملية السيطرة على هذه المفاهيم. عوضا عن ذلك غياب التواصل الأسري مع الأسف صحيح الهروب. يتيح الهروب كثير. ما تلاحظين أنه إحنا للعلم يعني خارج الموضوع، تعرفين أن إحنا عندنا لدينا ما يقارب أكثر من 60% من أطفالنا وحتى شبابنا لديهم مرحلة ما تسمى بداية التوحد، وهذه ظاهرة انتشرت بعد بسبب يعني استاذ محمود بسبب اعتماد الاهالي على الاجهزه الالكترونيه للاسف الشديد. انا كلش فرحانه التقيت بك استاذ محمود الغريب، اتمنى انه الوقت يطول وياك اكثر، وهذا الموضوع بصراحه يحتاج الى حلقات اكثر اكيد حتى نحاول شويه نوصل فكره للاهالي ولربات المنزل اللي يشاهدونا بهذا الوقت. شكرا جزيلا على تلبيه دعوتنا عبر السكايب، وشكرا لك لانه انطيتنا من وقتك اكيد، شكرا جزيلا على النصائح. ننتقل الى ابتسامات الأسنان، فوائدها ومضارها، وهذا العالم الكبير اللي احنا كنا توجهنا له أصبحت ابتسامة هوليوود هي من أهم الأشياء. إذا حبينا أنه أول ما نبلش به أنه لازم أني أبيض أسناني أو أسوي فينير أو ألفينير قشور أو الفول كفر، كثير من العمليات بعالم الأسنان أصبحت موجودة لسنة 2023. خلينا أكيد نستقبل دكتورة زينب عصام طبيبة أسنان. أهلا وسهلا بيش دكتورة، نورتينا، نورتي مورنينج لايف. كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، يا هلا ومية هلا على راحتك. موضوع عالم الأسنان اللي إحنا صرنا كلنا مهووسين بهذا العالم، أصبحنا ننسى أنه أنا عندي تسوس، عندي حشوة جدر، ممكن أني أحتاج إلى تقويم أسنان حتى أسناني ما تحتاج لها إلى ابتسامة هوليوود. لكن الآن الشغل الشاغل عند الشباب والبنات أنه أني يا دكتور زين يسوي ابتسامة هوليوود، لا أني ما أريد أسوي قشور، أروح أبرد أسناني وعرض نفسي لبرد للسن وأركب الفول كفر بهدف أنه لا القشور ممكن تسبب رائحة كريهة. كثير بصراحة من المفاهيم الخاطئة أصبحت مسيطرة علينا بسنة 2023، شنو اللي صاير دكتورة؟ صحيح. تجميل الأسنان أغلب المراجعين عندهم فكرة تجميل الأسنان هي بس أنه تغليفات فينيرز أو زركون، صح. بينما ممكن نحل هاي أي مشكلة بسيطة عنده، ممكن تنحل بحشوة تجميلية، ممكن فراغات ممكن نحلها بالتقويم، ممكن أنه هو بس اللون ما عاجبه ممكن نبيضها. وأكو هواية مراجعين سوينا لهم تبيض أسنان وطلعوا نتائج مرضية، يعني أنا ما يحتاج أبرد الفك كله حتى أحل مشكلة بسيطة. يعني ممكن تنحل المشكلة بحشوات تجميلية، ممكن بالتبيض، ممكن بالتقويم، بس هو المراجع أول ما يجي أريد ابتسامة أريد فينيرز، بس هو هذا مو الحل. ممكن هو يعني مو قافل الابتسامة أو فينيرز، بس هو هذا اللي يعرفه، هو هذا اللي دي يشوفه بالسوشيال ميديا، ما يعرف أنه أكو غير شغلات، أكو غير حلول. طيب خلينا نتكلم على هوس الشباب والبنات بتغيير الابتسامة أكثر من مرة خلال 5 أشهر. يعني أنا شفت إحدى البنات اللي أعرفهم أنه غيرت الابتسامة لأنه ترند، طلعت ضحكة الأرنب، أو صديقة تسوى ضحكة أرنب،
راح تغيرت الاسنان كلها في هدف انه اني لازم اسوي ضحكه الارنب. لكن اكو هناك قصات، اكو هناك شكل وجه، شكل فك، انف، شفه. هي المشكله انه المراجع ما يشوف سنه انه شيء عزيز، يعني ما للاسف اي لانه انه بعيد وما يبين وهيك شيء. يعني هو احنا دا نقص ودا ناخذ من السن، يعني كانما واحد دا يقص من وجهك، كانما اكيد ما حد يقبل واحد ياخذ شيء جزء من جسمه. بس هو ما معتبرين الاسنان شيء غالي وثمين بحيث اعتز به. ليش وصلنا لهي المرحله دكتوره برايك؟ انه ما معتبريها انه مثلا اكيد واحد ما راح يجرح وجهه، يخاف اذا انجرح بجسمه، بس سنة انه لان مكان انه ما حد يشوفه او بعيد، فانه عادي ابرد لي هوس الجمال. ابرد لي بعد اي هوس هو. طيب صحيح. انواع الابتسامات خلينا نتكلم عليها. يعني يمكن كثير من الاطباء، او شلون انا اليوم اقدر اختار طبيب كفو ينصحني ويخاف على سني اكثر ما انا، على اسناني اكثر ما انا، حيكون حريص علي. احنا دائما ندور على الدكتور الحريص. صحيح. مريض الدكتور يستغلنا انه مبدا انه احنا زباين. أي. مو مريض، زبون. انه انا هدفي اكسب منه الماده. صح. فشلون اعرف انه هذا الدكتور حريص علي؟ شلون اكتشف؟ يعني مثلا هو المراجع حيجي للعياده عنده مشكله واحده، المفروض اني احل هاي المشكله. اكثر الاطباء انه لا، لازم نسوي كل الفك ابتسام، مع انه انا هاي مشكلته ممكن احلها بحشوه تجميليه واحده راح تغير كل ابتسامته. ممكن اغير انه بس اللون، اذا ما عاجبه اللون بتبيض، ممكن ما الجأ للفينيرز او الزرقون. والزرقون انه انواع الابتسامات سالتيني عليها، انه الزرقون يحتاج انه انا ابرد كل السن، يعني كل اسطح السن لازم تنبرد، يلا نسوي الزرقون. مو مثل الفينيرز انه بس سطح السن، مو كل الاسطح راح تنبرد، انه البرد راح يكون جدا قليل، وهذا يكون تكلفته أكثر ويحتاج لعمل أكثر. طيب دكتورة خلينا نتكلم على القشور اللي يحطوها بعض الناس، لكن البعض ما يفضلها ظهور الرائحة، وهي مفاهيم خاطئة. أكيد أكو طريقة إنه إحنا نقدر نتجنب الرائحة. طبعاً. تفضلي. الرائحة يعني تعتمد على عناية المريض، يعني حتى أسنانك الطبيعية إذا تعوفها ومتنظفها ومتفرشها أكيد راح تطلع ريحة. فما بال إنه تعويضات، يعني مو سن طبيعي، أكيد هي مو مثل السن الطبيعي، أكيد راح تحتاج عناية وتنظيف. يعني كل اعتماد بالاعتماد العامل الأول هو على عناية المريض، بعدها راح يجي عمل الطبيب وعمل المختبر، هذا همين يأثر. ممكن المراجع هو معتني بأسنانه وبتغليفاته، بس أكو مشكلة بالعمل، أكو مثلا فراغ بين التغليفة والسن، فراغ بين اللثة والسن، هذا الفراغ حيتجمع به أكل، هو هذا راح يسوي لي ريحة. فلازم انه الاسنان تكون التغليفة متناسقة ويا سطح السن، متناسقة ويا اللثة. يعني هو اكو شيء مهم انه المراجع ينتبه بس على السن، اللثة ما لها علاقة بيها، مع انه هي اللثة عامل كلش مهم بالابتسامة. اذا كانت اللثة صحية هي هاي اللي راح تسوي الابتسامة ناجحة، انه التغليفة متناسقة ويا اللثة بحيث ما يتجمع اكل، فما راح تصير ريحة، مستحيل تصير ريحة اذا العمل مضبوط. طيب خلينا نتكلم على قلع الاسنان. البعض يفضل انه ما يروح الى نظام التقويم. أي. اوكي، يلتجئ الى ابرد واغلف واخلص. اي شيء سريع سهل، ما انتظر سنه، تعال حط تقويم. فاكيد اكو لها مضار. يعني اليوم اني اعرض نفسي انه اني ابرد سني. طبعا. واقلع سن من اجل والله اني دا اغلف، اكيد مو مثل السن الطبيعي. نعم خاطئه، يعني تشويه للوجه بصراحه. من هو المراجعين ما يفضلون التقويم لانه هو قد طويل ومعدني وشكله محلو، بس هسه يعني طب الاسنان بتطور مستمر. صحيح. يعني شهر عن شهر اكو تقويم شفاف. صحيح. اكو حتى انه تقويم من البيت، تقل الزيارات، يعني انت مو كل شهر حتروح لطبيب الاسنان نفس قبل. أكل وقت حيختلف، إذا كان التقويم ده يخلص بسنة فهسه ممكن 8 أشهر، ممكن 7 أشهر، يعني حسب الحالة. وهو طب الأسنان بتطور مستمر، يعني مو كل الحالات أنه أنا أقلع وأغلف وأبرد. هو المراجع لأن ما عنده معرفة بالأمور فهو يعني قافل على أنه فينيرز تغليف، بس أنت من تشرح له أكو هيجي أكو هيجي، هو أكيد حي يعني أكيد يختار الحل الأفضل إله. لازم يفهم خطة العلاج مالته قبل ما يقرر. طيب بس انا محتاج احد يفهمه. خلينا نتكلم عن المخاطر اللي ممكن تصير اذا اني غلفت اسناني تغليف كامل. اللي هو الزارقون مثل ما ذكرتي قبل قليل، انه اني ابرد اسناني وانا يمكن ما متجاوزه 18 سنه للاسف الشديد. صح. شنو المخاطر اللي راح تصير بعدين دكتوره؟
هي مو مخاطر بقد ما انه الطبيب لازم ينصح المراجع، يعني اجى مراجع للعياده اسنانه كل شيء ما بيها، شكلها حلو ما تحتاج اي شيء، بس هو انا اريد زرقون. ليش انت دا تريد زرقون؟ انه اشرح له شنو مشكلتك باسنانك، اللون ما عاجبني، الشكل ما عاجبني، ممكن احنا نغير اللون بالتبيض، الشكل ممكن اغيره بحشوات تجميليه بتطلع ابتسامه كلش متناسقه، ما يحتاج اني ابرد سن كامل حتى احصل نتيجه اقدر احصلها بطرق اسهل وامن على السن، اقدر احافظ على السن بطرق ابسط من الزرقون. الزرقون نحتاجه بالحالات اللي مثلا كل السن متضرر، كله متسوس، فاني احتاج انظف هذا السن ويعني اغلفه كله، يعني مو كل الحالات يرهم لها زرقون ومو كل الحالات يرهم لها فينيرز، حسب كل يعني كل مراجع ولا تشخيصه الخاص طبعا. دكتوره خلينا اكيد نتكلم على اضرار الابتسامات بشكل عام. يعني اذا انا اليوم اختاريت الدكتور الخطا وركب لي فوق اللثه صح. وممكن انه يبرد، يعني انا عندي حشوه جدر وهو ما عرف يعالجها وغلف السن، فشنو الاضرار اللي راح تصير؟ اكيد السن من يتغلف ومثلا هو محتاج حشوه جذر، فعمليه هاي عمليه الازاله كلش صعبه راح تكون، ومثلا اذا مغلف على اسنان مو نظيفه فراح ممكن نفقد، نوصل مرحله نفقد السن وهو مغلف، يعني اشيل التغليفه ما راح القى سن حي اقدر اعالجه، راح يكون السن ميت ويحتاج لهوايه شغل، فلازم انه من البدايه الشغل يكون مضبوط، ماكو اي فراغ، متناسق ويا اللثه، لثه صحيه حتى ما اوصل لهاي مرحله القلع. القلع يعني هو اخر خيار لطبيب الاسنان، مع انه هو اسهل شيء نقدر قبل نقلع، بس هو اخر شيء. شو الفرق بين معجون الاسنان وغسول الاسنان؟ المعجون نفرش بيه، والغسول مو كل الحالات تحتاج غسول، يعني الغسول هو ضروري او مو ضروري الغسول؟ الغسول حسب انواعه، اكو الكلوروكسيدين هذا ما احتاجه انه انا يوميا لازم غسول، لانه هذا يسوي مثلا كثره استخدام الغسول تسوي لي تصبغات بالاسنان، ممكن الاسنان تصير لونها على بني بكثره استخدام الغسول. حتى الفينير؟ لا الفينير ما يتغير لونه، ما يتغير لونه. حلو. الغسول بحالات، يعني بحالات التهاب اللثة، من تروح للعيادة مثلا تنظف أسنانك، هو الطبيب حينصحك بغسول أو لا، وبيكلوروكسيدين أو لا، حسب كل واحد وحالته، بس غسول يومية يعني لا. شو الأكلات اللي لازم نتجنبها بعد ما أسوي الابتسامة؟ بعد ما أسوي هي الابتسامة حسب فينيرز وزرقون، هي ما رح يتغير لونها، يعني لونها دائمي، هو هذا الحلو بيه. لا الأكلات يعني اللي تكون صلبة ممكن تكسر السن؟ أكيد هو السن الطبيعي إذا تكسرين بيه شيء يعني قوي اكيد همينه راح ينكسر، يعني اكو يفتحون بطاله زجاجيه باسنانهم، هو السن الطبيعي ما راح يتحمل هاي القوه، فاكيد الزرقون والاي ماكس همينه نفس اعاملها مثل السن الطبيعي. طيب نصائح تنصحينا من خلال اختيارنا للدكتور واختيارنا لابتسامه هوليوود اذا كنا احنا مهووسين بهذه الابتسامه؟ اكيد هو المراجع لازم اختيار لون، اي لازم يكون عقله منفتح لكل الحلول، يعني الطبيب من يشرح لك اكيد هو افهم وهو يعرف بهذا المجال، يعني هو المراجع اكيد مقافل على، لان الابتسامه اكيد سعرها همينه اغلى، فاني ممكن انطي حل اقل كلفه واسهل وهو هذا الحل الصحيح، لازم يفهم خطه العلاج مالته. اكو يعني مراجعين ما يفهم انه خطه العلاج مالته هيك تتطلب، لا بس يريد حلول سريعه ويعني بسرعه تصير. وحتى اللون حسب ذوق المراجع، يعني نشوف انه هو اسمر قبل يختار صفر، قبل يريدون الوان كلش بيضة اللي هو البليتش احنا نصيح له، هسه يعني اكو ناس من دا تشوف بالسوشيال ميديا، تشوف الممثلين، تشوف اطباء الاسنان البرة، هسه كلها دا تريد طبيعي، دكتورة اريد لون طبيعي، ما اريد نشاز، اريد ما يبين، اريد ما يعرفون انا مسوي ابتسامة، يعني كل وقت وإلى الهبه مالته، يعني قبل اريد اي كلش ابيض، اريده حلو انا مسوي اريد ابيض، هسه لا دكتوره اريده طبيعي، سوي لي اياه كانما ما يعرفوا انا مسوي ابتسامه، وكل الالوان اكو، يعني نقدر الطبيعي ونقدر البليتش ونقدر حسب طلب المراجع وذوقه. خلينا نتكلم على اختيار الرجال واختيار النساء لابتسامه هوليوود. دائما تجيش حالات شنو من الرجال؟ شنو يريدون الاسنان او شكل الاسنان؟ ابيض شيء. ابيض شيء. اي وهو اسمر فما راح يطلع نشاز كلش، يعني هي اوكي هو حابها بس يعني للمقابل ما حلوه تطلع، انه مبين واحد مسوي اسنانه. هو اللون اصلا نختاره يعني لازم هواي عوامل، حسب وجهك، حسب لون بشرتك، حتى حسب لون بياض العين، انه يفرق ويا لون الاسنان،
فلازم انه نطلع بنتيجه متناسقه ويا الوجه. فمن تطلع نتيجه انه كلش بيضه او اسنان كلش كبيره حيبين شاذ، اكو خلل. أيه، بس مو الكل حيقدم الفك، مو الكل حينتبه عليه. ولا يعني والنساء شنو اختيارهم؟ النساء اكثر شيء يريدون طبيعي، طبيعي طبيعي، لانهم اكثر شيء الممثلات واي شيء اي احد يشوفه بالسوشيال ميديا، الله اسنان حلوه طبيعيه، عبالك ما مسوي اسنانها، فاكثر شيء طبيعي. نصيحه اخيره، يعني يمكن اني اعتذر، وصلنا يمكن نهايه حلقه، فاريد ان عندك نصيحه اخيره للنساء والرجال اللي حابين يسوون ابتسامه هوليوود، طريقه اللون، يعني يا ريت تنطيني نصيحه والالتزام ببعض التعليمات. النصيحة انه واحد لازم يعتز باسنانه، اشوف سني الطبيعي انه انا ليش دا اغيره، اشوف مشكلتي وين. صحيح هو اكو مشاكل، اكو كلش يعني ما يحبون ابتساماتهم، ما يقدر يضحك، حتى صورة ما يقدر ياخذ من ورا ابتسامته. فاحنا من دا نعالج الشغلة دا نعالج انه نفسية المراجع اول شيء. فانت لازم تعتز بسنك الطبيعي، يعني اعتبره شيء كلش غالي، مستحيل افرط به، مستحيل ابرده، واعرف شنو الحلول الثانية. يعني انه لازم يكون عقله مفتوح للحلول الثانيه، مو بس فينيرز، مو بس زرقاء. حلو، شكرا جزيلا دكتوره زينب عصام طبيبه اسنان، اهلا وسهلا بيش، نورتينا، شكرا لتلبيه الدعوه. شكرا جزيلا للمشاهدين، وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا غدا بمحاور ومواضيع مهمه يعاني منها المجتمع العراقي. دائما اختياراتنا تكون حريصه جدا. اكيد ايميل القناه موجود لاقتراحاتكم، لاستفساراتكم، لمساعدتنا باختيار المواضيع اكيد، ومساعدتكم اكيد لايجاد الحلول والمشاكل اللي انتم تعانون منها. شكرا جزيلا، انتظرونا غدا اكيد، باي.